رمضان شهر مشهد بالملايين. يعتزم الممثل الأمريكي جوني ديب الزواج من فتاة تبلغ من العمر 20 عاما من مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وتعمل الفتاة الروسية كراقصة وتعرف باسم بولينا جولين. قابلت ديب في حفلة في العام الماضي. يذكر بأن الممثل الأمريكي كان متزوجا من الممثلة إمير هيرد منذ فبراير 2015، إلا أن طلقهما تعرض لفضيحة بعدما اتهمته بممارسة العنف الجسدي والنفسي. وإلى مجال